دلوقتي الناس كانت كاتبه في التعليقات ان عايزين يعرفوا الفرق بين التعليم وبين القبول. فانا دلوقتي هوريك الفرق بين التعليم وبعضها، وبرضه بين الايه وبين التعليم والقبول. ده اسمه تعبان او سيول. وضع معاك. ده اسمه تعبان مائي او مثلا التعبان الشخاخ. ده ما بيعضش خالص، يعني ما بيعضش خالص اي حاجه. ده مسالم، التعبان ده مسالم خالص. التعبان ده اسمه تعبان ازروط. ده بيعض برضه، بيعض عامل زي الكل. عايز يعض بس برضه ما فيش اي تاثير على البني ادم، يعني ما بيسمش ابدا. خليه يعضنا برضه عشان تشوفوا ان ايه، ان ما فيش اي حاجه. عض. عادي ما بيعملش حاجه، هو بيعض بيهبش بس. وعمل ايه يعني زي طريق ال عامل زي طريق الكوبرا كده، بيهجم كده بيهاجم. ده اسمه تعبان ازروط. ده موجود في البيوت، يعني اغلبيه البيوت بيبقى فيها النوع ده، لان هو رفيع وطويل. فهو دي الميزه اللي فيه، ان هو رفيع، يعني بيمشي بين الطوب وبعضه وبين الحيطان وبعدها. بتلاقي بتدير في اي حاجه في البيوت، في الارياف يعني. التعبان المائي ده، المائي ده واضح شويه عن التاني، التاني كان غالي. كده بين معاك، بين معاك يا تحفه. ده مسيول وده ازروط. ده بين اسمه ازروط اللي هو بتاع البيوت، هو ده. وده اللي هي اللي هو الماي. هاخدها برضه بايه؟ كبرى. ده الكوبري. دي التعبان ايه؟ اللي هي الازروط ومسيور اهوت والماء. ودي الكوبري. الكوبري لها الوان كتير. بس دي برضه دي يعني دي لون من ضمن الالوان اللي ايه؟ اللي موجوده مع الكوبري. اهو. ده كوبري. وبكده بوريكم كده، يعني شرحت لكم اللي بين الفرق اللي بين الكوبرا
وبين التعبين وبين التعبين ومع بعضها بس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.